بعد 7 أيام من الأمسيات الغنائية اختتمت فعاليات ليالي المقامات الروحية في دورتها 6 والتي أقيمت بمقر بيت السنار الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة بعروض موسيقية لفرقتي سماع للإنشاد والمقامات الروحية وفرقة إندونيسيا للإنشاد الديني. كل ليلة كانت مختلفة وكانت بتعرض التراث المصري والفلكلور المصري، يعني لفينا في التراث كله بتاع مصر، بالإضافة إن كان معانا كمان سوريا والسودان وكان معانا فلسطين، فده كان نوع برضو من التبادل الثقافي للشباب يشوفوا التراث والثقافة العربية، وبرضو العربي يتفرجوا على الثقافة والتراث بتاع مصر. وشملت الأمسيات برامج موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية حظيت بتفاعل كبير مع محبي هذا النوع من الفنون الإنشادية ورواجا كبيرا بين الجمهور المصري. حفلة رائعة وجميلة، الأجواء نفسها جميلة جدا، نسمة جدا لرمضان بصراحة. أنا حابة أوي الأجواء دي كمان، نفسي كل الناس كمان تيجي تبص وتشوف الحاجات دي وتحضرها. دي من الحفلات المهمة للشعب المصري، وإحنا محتاجين نوع ده من الحفلات بننمي تراث بلدنا والله، يعني ودي حاجة ممتازة جدا، وده يعني شرف ليا كبير إن إحنا بنحضر، يعني زي ما أنت شايف الناس مبسوطة ودي روحانيات الواحد بيتمناها والله من زمان. وأقيمت الحفلات وسط إجراءات احترازية صارمة واتباع كافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية حرصاً على صحة وسلامة الحضور. قبل ساعات من تطبيق الحكومة المصرية لقرار حظر الحفلات الفنية والغنائية احتواءً لانتشار فيروس كورونا المستجد، تختتم فعاليات ليالي المقامات الروحية بحفلات فنية وغنائية حظيت برواج كبير بين محبي الفن والغناء. محمد نشأة الغد، القاهرة.